أنا أصلاً بعرفها لحنين، كان في علاقة بيناتنا. فشرت تتهم أختي اتهامات باطلة بس لأنك قابض مصاري من جوزها المجرم والمحامي تبعه المجرم أكتر منه. فشرت. أنا مش عم كذب. هي أختي توم. بتعرف شو يعني أختي توم؟ يعني بعرفها أكتر مما بعرف حالي. أنت عم تتستر على المجرم اللي قتله. هيدا المجرم يتم بنتين صغار رح يعيشوا كل حياتهم بلا أم، رح يعيشوا مع المجرم يلي قتلن أمهم. بس أنت ما عندك ولاد، ما بتعرف عن شو أنا عم بحكي. أنا عندي ولد، عندي صبي مريض خلقان بتشوه بقلبه، وإذا ما بيعمل عملية من هلأ ليصير عمره 5 سنين هو كمان رح يموت. هي مش حجة، اوعى تجرب تبرر اللي عملته بالفقر، اوعى. أنا مش عم برر شيء، أصلاً ماني مضطر برر شيء قدامك. مضطر تبرر قدامي ومضطر تبرر قدام القاضي يلي رح تروح لعنده وتعترف إنك شهدت زور وتتراجع عن أقوالك. أنت وحدة مجنونة. اسمع شو بدي قلك. إذا رحت عند القاضي وقلت إنه هددوك وجبروك وتراجعت عن أقوالك وقلت إنك شهدت زور ما بتتعاقب. أنا سألت لك محامي بتطلع من هيدي القضية كلها مثل الشعرة من العجين. ما فيه ما فيه، بيأذوني وبيأذوا مرتي وابني. ما بيقدروا لأنه ما رح يعرفوا. بتطلب من القاضي يحافظ على سرية القضية، ما حدا بيعرف فيك. وإذا بدك مصاري أنا مستعدة أدفع لك قد ما دفع لك باسم وأكتر. أنا يمكن ما عندي مصاري بس عندي ذهب، بقدر بيع كل الذهب اللي عندي وأدفع لك. شو قلت؟ ما تحكي معي بهالطريقة، أنا رجال عنده كرامة. وأنا كمان عندي كرامة. أنا كمان عندي كرامة. أختي اللي ماتت واللي مدفونة تحت التراب عندها كرامة، أمي عندها كرامة، إخواتي عندهم كرامة، بي اللي علمنا على الشرف عنده كرامة. أنت عم تتعس عليها كلها كرمال شوية مصاري رح يروحوا ويلزق فينا صيت العار وبأختي اللي ماتت. أختي ماتت قتل مش لأنه خانت جوزها. أختي ماتت قتل لأنه جوزها مجرم ومريض ومش عم بيقبل يتعالج. أصلاً حتى لو كانت عم بتخونه ما إله حق يقتلها. كيف إذا ماتت مظلومة وبريئة؟ روح فكر على رواق باللي قلت لك إياه وباللي عرضته عليك. وإذا بدك رأيي أحسن لك تروح تعترف وتزمت حالك، وإلا أنا رح أتشك عليك وساعتها رح تنحبس. وإذا انحبست هيدا الشيء ما رح يفيد لا ابنك المريض ولا مرتك.